إذن دكتور غسان صار موجود معنا اليوم، واليوم رح نحكي عن نوع أيضا متعلق بالاحتياجات الخاصة، إنما هالشي دايما ما بيوقف بوش حدا، وحتى الفنون التشكيلية بتكون جزء أساسي من حياتهم. دكتور غسان صباح الخير. صباح النور هيدا. واليوم فعلا الموضوع كثير مهم، لأنه بنشعر قديش كل الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة بيكون عندهم مواهب كثير مهمة بمكان آخر، وهون بيقدروا يوصفوها كمان بأي نوع من الفنون. اليوم صح. بالتحديد رح نحكي عن الفنون التشكيلية مع ضيوفك. صح غيدة، أنا بدي أقول عبر عن فرحت أنه اليوم أنا معك. أنا وياك دائما انبسط بس أكون الأربعة سوا. حبيبتي غيدة، بدي رحب معك مع السيدة باسكال خير الله وعبد الله علي، أهلا وسهلا فيكم. مرسي مدام باسكال. غيدة، بدي أقول أنه أنتو مدام باسكال أنتو بتنتموا لمؤسسة الأب أندوخ للصوم. نعم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك عبد الله. أهلا وسهلا فيك عبد الله. أهلا حبيبي. مدام باسكال، معك أول شيء بدي أعرف، عارفين عن مؤسسة، كيف تأسست، مين أسسها؟ مؤسسة الأب أندوخ للصوم هي أول مؤسسة بلبنان وبالشرق الأوسط تعنى بالإعاقة السمعية. تأسست سنة 1957 على إيد فادر أندوخ اللي إجا من هولندا، وبلش المؤسسة هون بلبنان، ومنها انطلق لأسس مؤسسات تانية برات لبنان، منها بالأردن بعدها موجودة لهلأ، ومؤسسات أخرى كمان كان في تعاون بينها وبين مؤسستنا. لكن بين لبنان والأردن. نعم. انتشار. هيدا كانت البداية. هلأ المؤسسات ما بقى منتمية لبعضها، يعني صار كل مؤسسة مستقلة بحد ذاتها، بس هيك كانت البداية. كل بلد عندها خصوصيتها المعينة. نعم. هلأ نحن نحن المؤسسة يعني باسم مؤسسة الأب أندوخ هي بس بلبنان. طيب هي مؤسسة بتهتم بالإعاقة السمعية بس. بالأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية. نعم. يعني محددين بس بالأمور الإعاقة السمعية. نعم. هي مؤسسة رعائية بس كمان تعليمية، يعني مؤسسة بتتبع منهج الدولة. في عنا طلاب من عمر 3 سنين للبروفي. نعم. هون بدي أعرف. نعم. منهج الدولة الرسمي. صحيح، منهج الدولة الرسمي. نعم. بنتابعه بكل الصفوف من الحضانة للصف التاسع. وتلاميذنا يعني ناطرين هلا النتائج. في عندنا 5 طلاب قدموا بروفي السنه. نتامل يا رب انه يتشاء. ان شاء الله اكيد. ناطرين على هيك، بتعرفي حايسين تنعرف النتائج. لا يلا ان شاء الله اكيد، ما في شك انه بس يكون في متابعه مضبوطه من قبل هيك جمعيات بيكون كمان الحافز اكثر عند الطلاب انه يقدروا يقدموا ويعطوا نتائج افضل. كمان بالامتحانات يعني هي بتعرفي هيدي اول خبره بالامتحانات الرسميه. وهيك شوي بيكون لها رهبتها عند الطلاب. يلا بنتامل خير ان شاء الله. ان شاء الله خير اكيد. اكيد بالنجاح الدايم. بس باسكال، انا بتصور اول سؤال بيتورد على ذهننا واكيد المشاهدين، كيف بتعملوا عن جد هالبروجرام الرسمي اللي هو هالقد مشبع بالمعلومات وبالافكار وكيف بيقدر شخص سوري على السؤال ما عنده هالطاقه هيدي او هالحاسه يقدر يتفاعل مع هالبروجرام من عم تحكي من الحضانه للترمينال؟ يعني انتم بتغطوا كل نعم. المدارس كل بردون الصفوف الدراسيه. نعم. نعم. كيف ممكن؟ هي كل مشكله بيعاني منها الانسان بده يلاقي الطريقه ليتخطيها ليقدر يفوت بكل السيستم. نعم. يعني نحن مشكلتنا شو هي؟ مشكلتنا انه نحن ما عندنا حاسه السمع او ما عندنا اياها بدرجات معينه، لانه هي فقدان السمع ما بيكون بنفس الدرجه عند كل الناس، يعني في ناس عندهم فقدان سمع عميق جدا، في ناس عندهم اياه اقل عمقا وبيقدروا يستفيدوا من سماعات بدرجات معينه. هلا نحن مجرد ما الحاله تشخصت، مجرد ما الطالب وصل لعنا على المؤسسه مع الوسيله السماعيه المساعده يلي بيقدر هو يستفيد منها، من هونيك منبلش نحن ننطلق، منبلش نتخطى حاجز اللغه يلي هو العائق الاساسي. صح. اول ما نبلش نقدر نخلي هالطفل يبلش يتعرف على صوته، يبلش يطلع صوته، يبلش يحكي. من خلال هذا الموضوع نبلش ننطلق لنتعرف على الأحرف، لنتعرف على معاني الكلمات، إن كان معانيها بالصور بالوسائل البصرية، إن كان معانيها أوقات وقت اللي نحتاج طبعا بالإشارة، لأنه هي اللغة يلي بيتواصلوا فيها الأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية بينهم وبين بعضهم. شوي منبلش نتعرف على الكلمات هي بتكون لنا الجمل منبلش منها نفوت على شرح الدروس، طبعا مع اختلاف الاعمار. هلا اكيد ما رح نقدر نتوصل، وبنتمنى نتوصل ليوم انه يكون الطالب الاصم
يوصل لنفس الصفوف بنفس الأعمار. عندنا حالات كتير بتقدر توصل فيها، عندنا حالات أوقات بتاخد شوي وقت أكتر. كمان هذا الموضوع بيتعلق بالطفل، أي عمر إجا لعنا، أمتى بلش يستعمل سماعاته، قديش قادر يستفيد منهم، وشوي شوي ببلش يفوت بسيستم، بلش يتعلم الدروس مثله مثل حي الله طالب، طبعا بوسائل المساعدة المتخصصة بكل حالة. نعم. وهيك بنقدر ندرس كل الدروس، بنوصل لناخذ شيمي وفيزيك وكل شيء، ونتوصل لنقدم مثل ما هلا مقدمين بروفيك. كل المواد سانز بدون اي استثناء. صحيح، بدون اي استثناء، كل المواد عم يتعلموها الطلاب. يعني بتصور قديش الجهد الهائل اللي بتعملوه تتوصلون للشباب لو بتاخير شوي. وهن كمان بيعملوا جهد كثير حلو كمان لحتى يقدروا يتابعوا الدروس. بس قال اكيد بتصور كمان يعني الاكيد منهم هو بيقعد متعددي الاختصاصات بالمدرسه يعني نحن بالمؤسسه مثل ما في المدرسين يلي بي بي باختلاف المواد وباختلاف الصفوف، كمان عندنا الاكيب يلي بيختص بالسمع، يعني عندنا اخصائيين نطق، عندنا الاكيب يلي بيختص بالسماعات بتظبيط السماعات بالاشاره. نحن بالمؤسسه الاشاره لا تعتمد كماده تدرس. اها اوكي. لانه نحن يعني هدفنا نحفز الطالب انه يستعمل صوته قد ما بيقدر، يستعمل التواصل المتعارف عليه بلبنان. نحن بلبنان منا بلد بيتعلموا الناس، الاصحاء بيتعلموا الاشاره لحتى يقدروا يتواصلوا مع الشخص اللي عنده اعاقه سمعيه. مشان هيك نحن بنجرب بالاضافه للاشاره اللي هي لغتهم هن بين بعض، اللي هن بالاحرى بالمدرسه نحن اذا بدك نحن بنتعلمها منهم بدل ما نحن نعلمهم اياها. نحن بنتعب جهدنا انه هن يقدروا يوصلوا اللي بدهم يوصلوه لغويا، واذا تساعدوا بلغه الاشاره مش غلط. بس من احنا ما بنعلمها كماده دراسيه. صح. نعم. بس قال بدي اسالك على المعرض. نعم. عندكم ما ديجا عملتوا معرض و... صحيح. شو المعارض كيف بتوجهوا، شو الهدف منه؟ نعم، نحن صار لنا كذا سنه عم نشارك بعده معارض، كان بالمؤسسه وبراتها، كان نحن بنعملهم ولا براتها، وطبعا بدعم كبير وبتشجيع من رئيس مجلس الاداره دكتور توفيق طقشي يلي على طول بيساعدنا لحتى نقدر ننمي هالمواهب عند الطلاب. كل سنه بنشارك بكذا معرض، خاصه المعارض المتعلقه بالفنون، واللي السنه مثل ما حضرتك كنت عم تحكي عن الاشاره، نحن السنه معرضنا هو تعريف الاشاره للأشخاص يلي ما عندهم إعاقة سمعية، يعني الطالب يلي عنده إعاقة سمعية بتعلم اللغة العربية المحكية، بتعلم اللغة الفصحى لحتى يقدر يدرس، بتعلم إنجليزي أو فرنسي على حسب المدرسة يلي بيكون منتمي لها. بس العالم نحن يعني هو بيتعلم لغتنا، نحن ما بنتعلم لغته. هيدا المعرض كان واحد من أهدافه إنه نعرف الناس على لغه الاشاره. ومن هون اسمه ريد ماي هاندز، يعني صحيح. اسمه كثير حلو لاسم المعرض. نعم، يعني انتم لازم تقروا ايدي مثل ما هو عم يحكي لهالطالب. نحن وقت نكون عم نتواصل اوقات وقت تكونوا ناس هيك محمسين عم يحكوا مع بعضهم بيقول لك ريد ماي ليبس يفهم علي. نحن عم نجرب نوصلها كمان بطريقه الاشاره. وهالسنه كان معرضنا برات المؤسسه، كان معرضنا بجاليري اكزود. بهالجاليري اللي عن جد قدموا لنا كثير مساعده وكل التسهيلات اللازمه لحتى يكونوا رسوم تلاميذنا والتعبير من خلال هالرسوم موجود عندهم الجمعه الماضيه ولحد امبارح كان اخر يوم. عرفت باسكال انه عبد الله عنده رسم كثير حلو بالمعرض. نعم. صح؟ هلا حل بنشوفها على الاكرام. نعم. عبد الله بونجور. بونجور. انت منيح؟ منيح. قد ايه عمرك عبد الله حبيبي؟ عمري 12 سنة. برافو، 12 سنة، وقد ايه صار لك بالمدرسة؟ 7 سنين. 7 سنين، برافو، يعني فتنا كان عمرنا 5 سنين. ايه. مظبوط؟ برافو. عبد الله شو حابب تعمل بعدين بالمستقبل؟ بحب مثل، بغني، مثل جورج خباز. بتحب تعمل تغني وتمثل مثل جورج خباز، يعني كوميديا تكون ضحك الناس، مظبوط؟ ايه. برافو يا حبيبي. بتحب تغني؟ ايه. بتغني؟ حالي تعبانه. بتحب تغنيها؟ ايه. عن جد؟ طيب يلا سمعنا هات لنشوف. حالي تعبانه يا ليلى، خد بي ما فيش، انت غني يا ليلى ونحن درويش. برافو. انت بيواتي ونحن بيواتي، كل لحظة تبقى نجدياتي، أرض لعنا وبلدي جاتي، أنت معوتي تمشي على الريش.
برافو برافو. هذه مين على مين على مكياج؟ وزير باسكال. مس باسكال. مس باسكال. بدنا نحييها لمس باسكال. اكيد يعطيك العافيه. ثانك يو. عجب. ثانك يو. وبنضل نعلمه الاغاني يا مس باسكال. ما الله راد ما الله راد في كذا غنيه هلا عم تتحضر كانوا عم يتعلموها كمان. يعطيك. بس بتعرف يعني اوقات على تعدد النشاطات اللي بيكون بخلال السنه في اشياء بينعمل لها ايفنت تبين فيها مثل المعرض اللي حاليا مشاركين فيه، وفي اشياء بتكون عم تتحضر لها ايفنتات لاحقه كمان بيرجعوا بيقطعوا فيها. طب باسكال انا دائما عندي السؤال، حد هالبروجرام الشارجي اللي هالقد هو درس ومدرسه ونحن بنحس قد ايه ثقيله علينا حتى بالحالات الوضعيه العاديه. نعم. انتم كمان نشاطات رسم وهيدا قد ايه عم تقدروا تلائموا بين هالخطين هول وقد ايه هالشيء عم يغني التلاميذ عندكم؟ نعم. يعني بتعرف يعني الولد يلي ما عنده ولا اي مشكله بحاجه لتنفيس بين الدروس، يعني صح. بحاجه لحصص فنون، لحصص رياضه، لحصص تمثيل، لحصص نعم. نشاطات، لنشاطات بالمدرسه ونشاطات خارج المدرسه. نعم. وهيدي الاشياء اول شيء بتريحه شوي من ضغط الشغل وضغط المدرسه، ثاني شيء بتحفزه بتعطيه طاقات لحتى ينطلق لمجالات ثانيه، احنا مثل ما بنعرف كل انسان عنده قدره معينه وعنده مواهب معينه، اذا نحن ما بنلاقي المجال لحتى نفتش عليها يمكن هو بعدين ما رح يقدر كمان يلاقي المجال لانه يكتشفها، يعني مش كل العالم رح يكونوا مهندسين واطباء، في ناس رح يكونوا فنانين، في ناس رح يكونوا بحبوا يشتغلوا مهن، نحن هدفنا وشغلنا كمؤسسات وكمدرسين انه نضوي على كل نقطة قوة عند الطلاب. خلال من خلال الفنون عم نكتشف كثير مواهب عند طلابنا، وبالاخص الشخص اللي عنده اعاقه سمعيه يلي اللغه والتوصيل والتواصل والتعبير بالنسبه له هي اكبر حاجز. الفن هو بحد ذاته قدره لحتى تقدر انت توصل افكار للشخص يلي بحب يعبر، كيف اذا شخص عن جد عنده حاجه للتعبير الاكثر. صح. بس هو الطريقه الافضل. نعم. نعم. من خلال الفنون هن عم يعني عم بيعطوا افكار كثير، عم نجرب نترجم هالافكار. مرات بننجح بالتقنيه مرات لا، طبعا نحن عم نشتغل مع فئات عمريه من 3 سنين لعمر ال 15 16 سنه، يعني مش على طول التقنيه بتكون بروفيشنال اذا بدي اقول، طبعا عم يتعلموا هن منهم محترفين. نعم. بس يعني من خلال حشريتهم بانهم يعبروا عن اشياء معينه عم نقدر نتوصل لنتعلم تقنيات، من خلال هذا المعرض حطوا حالهم، حطوا افكارهم واحاسيسهم هن باللوحات. حلو. هلا اذا بتحب عبد الله بيعبر لك عن هي بخبرنا شو رسم. شو رسمت عبد الله؟ رسمت معصب. رسمت؟ معصب. هو معصب. 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 اوكي. مين كان معصبك؟ مين معصبك يا عبد الله؟ بيسألك مثل غيدة، مين معصبك؟ أكيد مش زوجك باسكال. ليش معصب يعني؟ إيه ليه معصب؟ معصب لأنه بكره بدي أعمل مشكل. لا. إذا إذا إجوا داعش. إذا داعش. يا الله لا يقدر يا عبد الله. في لك يا عبد الله. عم بحضر حالك. عم بحضر حالك يا عبد الله. ما تخاف ما رح يجوا يا عبد الله. لا لا. ما تخاف ما رح يجوا، أنت أقوى منهم مش هيك؟ إيه. لأنه أنت وقت ترسم أنت عم تعمل عم تقدم شيء كثير حلو للناس وللحضارة وللرقي، هن عم بيقدموا أشياء بشعة، أنت عم تقدم أشياء كثير حلوة، برافو عبد الله، أنا بدي أشكرك لحضورك عبد الله. باسكال ميرسي كثير لحضوركم. ميرسي لأستاذكم. ميرسي لكم، أنتم نورتوا لنا الشاشة. عن جد. ميرسي لإلي. ميرسي غسان كثير، وأنا بدي أقول له شغلة لعبد الله، أنا بدي خلص بدي أحكي جورج خباز، خباز صديق، جورج خباز صديق كثير قريب لإلي، بدي أقول له بده يتعرف عليك، أكيد لازم يتعرف عليك. عبد الله كثير بحبه جورج خباز، وعلى طول بحاول يحفظ أغانيه. خلص. ويتمرن عليهم بالمدرسه. برافو عبد الله. ان شاء الله بكره بتشوفه بتسلم عليه يا عبد الله. اكيد بتسلم عليه بكره وبتشوفه. اهلا وسهلا فيك يا عبد الله ويعطيك العافيه. ما بدك تكون معصب، ثاني لوحه بدك تكون مبسوط وعم تضحك. صح. وداعش رايحين. داعش الله يبعدهم ويخفيهم. بس انا لقيت راسي معصب. هو نقر. هو نقر مش مشكل. خلص لكاد. اهلا وسهلا عبد الله باسكال، شكرا لك. دكتور غسام شوفك جمعة الجاي ان شاء الله، رح نتابع بعد لحظات، خليكم معنا. Thank you.